الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ زي ما احنا عارفين ان الدراسات الاجتماعيه بتنقسم لجزئين، جغرافيا وتاريخ. كده خلصنا الجزء بتاع الجغرافيا، يلا بينا نشوف التاريخ. والتاريخ بتاعنا الترم ده بيتكلم عن ايه؟ التاريخ ده بيتكلم عن ايه؟ اول حاجه هتقابلنا في التاريخ شخصيات واحداث من الدوله القديمه، يعني حاجات حصلت في القدم. يلا بينا نتكلم عليه. ليه سميته عصر الدولة القديمة؟ لماذا سمي بعصر بناة الأهرام؟ ماشي، لأن السبب في ذلك أن تم في بناء الأهرامات. تم في بناء إيه؟ الأهرامات. يبقى سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام لأن تم في بناء الأهرامات. والهرم معناه بناء ضخم، بناء ضخم مصنوع من ايه؟ مصنوع من الحجر، بيتكون من بعض الحجرات ويوضع في احداها تابوت الملك. جواها تابوت الملك لما يموت بيحطوه ويحنطوه ويحطوه في التابوت ويبقى موجود فيه. خلاص، طيب، يبقى الهرم هو بناء ضخم كبير قوي من الحجر، بيتكون من بعض الحجرات زي ما موضح قدامنا في الصورة كده بالظبط، يوضع في احداها تابوت الايه؟ الملك. اشهر ملوك الدولة القديمة: الملك زوسر، الملك خوفو، الملك خفرة، الملك منقورة. الملك زوسر، خوفو، خفرة، منقورة، ماشي. وهنتكلم عليهم وان هم ليهم تلات، زي ما هم تلات أسامي اللي هو خوف وخفرة منقروة، ماشي، ليهم برضو تلات أهرامات وهنتكلم عليهم وأيضا زوسر. يلا بينا نشوف الكلام ده. الملك زوسر صاحب هرم سقارة المدرج. هرم سقارة إيه؟ المدرج. وهو أول هرم مدرج فين في التاريخ؟ أول هرم مدرج فين في التاريخ؟ زي ما هو موضح قدامكم في الصورة كده بالظبط، أول هرم مدرج فين في التاريخ؟ بما تفسر ويطلق على هرم زوسر الهرم المدرج. ليه سميته هرم مدرج؟ لأن شكله كده، شايفين زي ما أنتوا شايفين قدامكم كده، بيتكون من مصاطب على شكل مدرج، مدرج كده، مش على طول، مش شكله واخد الشكل اللي هو ايه اللي على طول مثلث على طول كده، لا، مدرج مدرج. اما نتكلم على الملك خوفو، يبقى اتكلمنا على الملك زوسر وعرفنا ان هو صاحب هرم ايه؟ سقارة المدرج، وعرفنا ليه سمي بهذا الاسم. طيب، الملك خوفو صاحب الهرم الاكبر، هرم خوفو الاكبر، ماشي. بما تفسر لماذا سمي الهرم الاكبر اللي هو هرم ملك خوفو؟ لماذا سمي بأن هو أحد عجائب الدنيا السبعة؟ ليه؟ لأن هو حجمه كبير قوي، وكمان براعة تصميمه، وهو بيتصمم، يعني اللي كان بيصممه كان بارع في التصميم بتاعه، ماشي؟ طيب، الملك خفرع هو صاحب الهرم الأوسط، صاحب الهرم الأوسط، وكمان صاحب الهرم الأوسط، وقال إحنا عايزين ننحت تمثال أبو الهول، أمر بنحت تمثال أبو الهول وهو صاحب الهرم الأوسط. أما الملك منقورع، وده آخر ملك هنتكلم عنه، هو صاحب الهرم الأصغر، أصغر هرم موجود، زي ما انتوا رحتوا الأهرامات كده وشفتوا الثلاث أهرامات موجودين جنب بعض، صح؟ جميل. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، ويا رب تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.